السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاقتك في كل مكان، دمتم يا رب بخير وسلام. أنا سلام بيكم في فيديو جديد على قناتكم وقناة مستر طاهر وأحدث موبايلات شاومي في الفئة الاقتصادية ريدمي 13C. في الفيديو ده جاي أقول لك أهم التطورات والفروقات اللي حصلت ما بين الريدمي 13C والريدمي 12C، يعني من الآخر هقارن لك النسختين ببعض عشان تفهم التطور وصل لحد فين في ال 13C. وهل أنا كطاهر براجع التليفون راضي عن التطور ده ولا لأ؟ برضو كل ده هكلمك فيه بصراحة. يلا أبو الأفهام انزل بالإنتر. اول حاجه خلينا نروح للتصميم. تصميم ال 13C واضح ان هو بقى فخم اكتر من ال 12C زي ما انتم شايفين كده. الموبايل جاي من البلاستيك ولكن مدي احساس الزجاج، سيت اب الكاميرات عالمي فخم، غابت البصمه الخلفيه من ورا وبالتالي راحت لزرار الباور. الموبايل هنا بقى فلات بشكل اوضح بكتير قوي ومفيش كيرفات في الظهر والمسكه حاده تماما. ده للناس اللي ايديها صغيره المسكه هتتعبها، يعني مسكه 12C هتبقى اريح، ولكن للناس اللي ايديها كبيره زي حالاتي انا بحب المسكه دي بتكون متمكنه اكتر. الموبايلين تقريبا نفس الحجم نفس الوزن، مفيش اي اختلاف يذكر غير اللي قلت لك عليه. بحكم ان الموبايل جلاسي او لامع شويه زي الازاز، فطبعا شاومي منزله شويه الوان روشه جدا واروشهم اللون الاخضر اللي معايا ده. شاومي محافظه في الموبايلين على منفذ 3.5 ملم، ودي حاجه كويسه جدا خاصه في الفئه دي. في ناس كتير قوي بتفضلش تستخدم سماعات البلوتوث عشان اسعارها غاليه، ولكن الاهم عندي هنا هو التغيير الجذري اللي حصل من تحت في الموبايل وهو منفذ سي. تعال نروح على الشاشه اللي تعتبر نفس الحجم او فرق اكبر ب 3 من 100 ملم في ال 13C، ده فرق لا يذكر. ولكن الفرقين الجوهريين اللي لازم يتقالوا والتطور كبير جدا في الريدمي 13C هنا ان الشاشه محميه بكورنينج جوريلا، بالاضافه لان الريفريش ريت هنا جاي 90 هرتز مش 60 هرتز. تظل الشاشه بتديك تجربه مشاهده ممتعه جدا بالحجم الكبير ده، بالاضافه ان الالوان ممتازه جدا، ولكن السطوع مش احسن حاجه تحت اشعه الشمس. وفضلت الشاشه اتش دي بلس مع اني كنت اتمنى انها تتطور للفول اتش دي بلس. الصوت هنا مازال مونو، واقدر اقول لك دي حاجه متقبله في الفئه السعريه دي، ولكن درجه الصوت مش اعلى حاجه، درجه تقدر تقول عليها متوسطه. نفس الكاميرات الخلفيه مش هتلاحظ فرق كبير، تاخد صور حلوه جدا في اضاءه النهار واضحه، وتفاصيلك ال 50 ميجا بكسل هنا تديك اداء مرضي جدا في اضاءه النهار، وبالليل هتتفاجئ برده الحقيقه، لان دي كاميرا موبايل اقتصادي، مهما كان رحت جيت هو كاميرا اقتصاديه، فالصور منورة ومحتفظة بالتفاصيل بشكل كبير جدا. كاميرا أمامية لل 13C فيها تطور ملحوظ عن ال 12C، جاية 8 ميجا بكسل، في الإصدار اللي فات كانت 5 ميجا بكسل. الصبح مش هتلاحظ فرق قوي يذكر، لأن كده كده إضاءة النهار سبحان الله بتديك، حتى لو كاميرا 2 ميجا بكسل بتديك تفاصيل وصورة هتحترم وتحبها. بالليل يعني ها ابتدت التفاصيل تقول شوية في الإضاءة الليلية غير ال 12C خالص. أنا كنت قايل إن الكاميرا الأمامية تفاصيلها ممسوحة تماما. نفس الميزة اللي كانت في ال 12C واللي كانت مخليها أفضل موبايل قيمة مقابل سعر، هي نفس الميزه اللي في ال 13C. المعالج اللي بيجي من ميديا تيك وهو هيليو جي 85 الموجه كليه للجيمز في الفئه السعريه دي. يعني من الاخر كده، لو انت بتحب الالعاب او عايز تشتري موبايل لابنك لو بادجت، فده طبعا ال 13C افضل اختيار ممكن، لان المعالج ده هتلاقيه في فئات نازل في فئات اعلى من كده بكتير، بيوصل لحد كمان 10000 جنيه. لو جينا نتكلم عن الثلاث نسخ اللي جاي بيهم الموبايل، هتلاقي عندك ال 428، هتلاقي عندك ال 628، هتلاقي عندك ال 8256. وده اكبر تطور شاومي عملته في الفئه الاقتصاديه الحقيقه، انها تنزل 8 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكره تخزين. مش بس كده، انت بخاصيه الميموري اكستنشن كمان هتقدر تزود رامتك 4 جيجا تاني على ال 8 اللي معاك عشان تاخد مجموع رام 12 جيجا. السعر والتفاصيل دي بكلمك عليها في اخر الفيديو، ولكن دلوقتي خليني اقول لك ان برده مهام الموبايل الخفيفه مع ال 90 هرتز الموبايل حرفيا طيار، والموبايل بيطلع من البيتو بميو اي 14 مبني على اندرويد 13. البطاريه هنا ما فيهاش اي تطور، بتيجي 5000 ملي امبير زي الاصدار اللي فات بالظبط، ولكن التطور اللي جه هنا جه على مستوى سرعه الشحن. الموبايل هنا بيدعم لحد 18 واط، ولكن الشحن الموجود في العلبه 10 واط بس. تقدر تشتري له او انت يكون عندك شحن 18 واط، الموبايل هيشحن اسرع بكتير قوي من 10 واط اللي ممكن ياخد اكتر من ساعتين في الشحن. الموبايلين مش بيدعموا الجيروسكوب سنسور، ولكن مستشعر التقارب كان في ال 12C هاردوير، اما هنا جاي سوفت وير، ومن تجربتي شغال كويس جدا زي ما انت شايف، مفيش اي اخطاء بتحصل، والحقيقه الدنيا ستيبل جدا. عندنا فرق جوهري كمان على مستوى الناس اللي عايزه تشوف مصر في حته ثانيه، 12C جه تجميع مصري، اما في ال 13C فانت عندك اجزاء حرفيا اتصنعت هنا في مصر، ودي حاجه تحترم جدا، والموبايل كواليتي محترمه. من تجربتي ليه الحقيقه قدم تجربه اداء هايله. الموبايل زي ما قلت لك متوفر بثلاث نسخ، سعر النسخه الاقل اللي هي ال 428 6000 جنيه، اما سعر النسخه الثانيه اللي بتيجي 6 رام مع 128 بيكون 6777 جنيه، اما النسخه الثالثه ودي اللي عليها العين والنني بتيجي 8 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكره تخزين، بتيجي بسعر 7777، ودي اللي انا انصح بيها. حجم التحديثات مع حجم الالعاب حاليا ما يسمحش ب 128 جيجا خالص، ف انصحك بالنسخه دي، ودي افضل قيمه مقابل سعر في السوق حاليا. حبيت الحقيقه يكون الفيديو لايت، ما تقلش عليك، وفي نفس الوقت افهمك الفرق بين ال 12C وال 13C واهم التطورات اللي جت هنا كانت ايه. حابب اشوف رايك في المراجعه، ويا سلام لو اول كومنت يجي منك انت. اي استفسار برضه سيبه لي في كومنت. لايكك المتين، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، حاجه بترفع من روحي المعنويه فوق ما تتخيل. سيبكم في حفظ الله ورعايته،
وعلى اللقاء بإذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.